بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة. النذر عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركاً في العبادة، لا يجوز النذر لغير الله. وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً، دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات ومن النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه جل جلاله. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقرباً بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كثير من الناس ينذر للميت الذي بنيت عليه القبة، ينذر له ويظن أنه يقضي حاجته ويفرج كربته، فهذا شرك. غير الله، كل من في السماوات والأرض عبيد لله، لا يملكون شيئا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يجوز النذر لغير الله، غير الله ما يملك شيء. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. فيجب أن نحذر الشرك ونحذر الناس عن الشرك. إن الله حرم الشرك وجعله أعظم الجرائم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كما قال تعالى إخبارا عن المشركين: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. المشركون جعلوا لله مما خلق من الحرث ومن الأنعام نصيبا، قالوا أن هذا المكان الثمر فيه للشيخ فلان، وهذه الأغنام لمولاه فلان، شيء من الزرع وشيء من الأنعام جعلوها لغير الله، نعوذ بالله. وجعلوا لله
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، جعلوا شيء قالوا هذا لله، وجعلوا شيء آخر وقالوا هذا لشركائنا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الأنعام التي جعلوها لمعبوداتهم إذا خرجت من مكانها ودخلت مع حق الله يردونه، ما يمكن حق الشيخ ينقص. وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. الأنعام التي جعلوها لله إذا تفلت منها شيء ودخل مع حق معبوداتهم يرد، لا يردونه، يقول معلش نقص حق الله ما يضر، أعوذ بالله أعوذ بالله. هكذا كان المشركون يفعلون وهكذا يفعلون. فيجب علينا أن نحذر النذر لغير الله شرك وكفر والعياذ بالله. غير الله ما يملك شيء. وجعلوا لله مما ذرأ، مما خلق من الحرث الزراعة والأنعام الإبل والبقر والغنم نصيبا، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، جعلوا شيء من الزرع وشيء من الأنعام لمعبوداتهم الباطلة وقالوا هذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الأنعام التي جعلوها لآلهتهم إذا تفلت ودخل ما حق الله ما يمكن، لا بد الرد. وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. إذا تفلت شيء من الأنعام التي جعلوها لله ودخل ما حق المعبودات الباطلة تركوه، قالوا ما ينقص ينقص ما يضر، أعوذ بالله. إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى ساء ما يحكمون، بئس الحكم، هذا شرك وضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك، الحلف بغير الله شرك والنذر لغير الله شرك، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا. ويقول: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك، فعليه أن يجدد توحيده لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. قال المعلق: الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحلف بغير الله شرك والنذر لغير الله شرك. وقال: فمن نذر شمعة، وهو الذي يوقد شمعة، يوقد نور، فمن نذر شمعة أو نحوها دهنا، قال هذا الزيت لقبر فلان ينور به قبره، فمن نذر شمعة أو نحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به لأنه شرك. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة، للذين يجلسون عند القبة ويضللون الناس، أو المجاورين العاكفين بتلك البقع، فإن فيهم شبها من السدنة، هؤلاء الذين يجلسون عند القبة ويضلون الناس مثل الذين كانوا يجلسون عند الأصنام، فإن فيهم شبها من السدنة،
التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك، أي الذين يجلسون عند القبة، فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل إبراهيم عليه السلام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أنكر على أبيه وقومه الذين يعبدون الأصنام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقال موسى عليه السلام، أنكر عليهم: فالنذر لأولئك السدن والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، لا يجوز أن تنذر لهم وتعينهم على معصية الله. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان الذين يعبدون الصليب والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند. البد هو الصنم في الهند، أو لسدنة الأبداد في الهند. الأبداد جمع بد، والبد هو الصنم، والمجاورين عندها. كل ذلك شرك والعياذ بالله. قال المعلق في القاموس من كتب اللغة: البد بضم الباء الصنم معرب، والجمع بددة كقردة، وأبداد كخرج وأخراج. فالنذر لغير الله شرك وضلال. غير الله لا يملك شيئا. وقال الرافعي رحمه الله في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر، على قبر ولي أو شيخ، أو على اسم من حلها أي نزلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن النذر لغير الله شرك. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون إنها تقبل النذر كما يقوله البعض، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. فهذا النذر شرك وضلال. غير الله ما يملك شيء ولا يقدر على شيء. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. بل نذر الزيت والشمع لنور القبر ونحوهما للقبور باطل مطلقاً لأنه شرك. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل إبراهيم عليه السلام، هذا شرك، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء عليهم السلام. فالنذر لغير الله شرك. فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد، إيقاد النور على القبر، إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربا، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. إيقاد النور عند القبر تقربا إلى القبر هذا شرك. قال الشيخ قاسم الحنفي رحمه الله في شرح درر البحار، اسم كتاب: النذر
الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، وهذا شرك، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يأخذه من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليها فحرام بإجماع المسلمين، لأن النذر عبادة والنذر لغير الله شرك. نقله عن ابن النجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي رحمه الله في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. قال المعلق أحمد البدوي بطنطا لا يعرف له تاريخ صحيح، واضطربت الأقوال فيه، والمشهور أنه كان جاسوساً لدولة الملثمين، وكان داهيةً في المكر والخديعة، وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية مثل هبل الأكبر واللات في الجاهلية، يؤتى عنده من أنواع الشرك الأكبر، وتقدم له النذور، ويجعل له الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم بل وأولادهم، فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في الصندوق قائلاً: هذا نصيبك يا بدوي. ويقام له كل عام 3 موالد يشد الرحال إليها الناس من أقصى القطر المصري، ويجتمع في المولد أكثر من 300,000 حاج إلى هذا الصنم الأكبر، عجل الله بهدمه وحرقه وغيره من كل صنم في مصر وغيرها. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلاً، وفي التنزيل أي وفي القرآن العظيم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الذبيحة التي ذبحت لغير الله لا يجوز للمسلم أن يأكل منها. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره، فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر الناس عن الشرك، فالمعبود هو الله، فمن ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك. وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري رحمه الله. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة الصديق ابنة أبي بكر رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقاً، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة رضي الله عنهن جميعاً، ففيها خلاف. ماتت سنة 57 على الصحيح رضي الله عنها. قال المعلق: عقد عليها النبي على عائشة رضي الله عنها، عقد عليها قبل الهجرة بسنة، وبنى بها
بعد الهجرة بسبعة أشهر تقريبا. قال: وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة. قال المعلق: في قرة العيون، بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل، والتحقيق أن لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها من الفضائل في بدء الوحي، لها فضائل في أول النبوة في بدء الوحي ما ليس لعائشة رضي الله عنها من سبقها إلى الإيمان. يعني خديجة رضي الله عنها أول من آمن من النساء من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها، كما في صحيح البخاري رحمه الله وغيره. فما زالت كذلك تؤيد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. ولعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من العلم والأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها، إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فخديجة لها فضائل في أول النبوة في بدء الوحي، ولعائشة فضائل في التعليم والعلم والفتوى، رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين جميعا. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. إنما الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطع. فالاعتكاف في المسجد عبادة لله طاعة. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. زاد الطحاوي رحمه الله: وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم وقد استدلوا بالحديث على صحة النذر في المباح إذا نذر شيئا مباحا، كما هو مذهب أحمد رحمه الله وغيره. ويؤيده ما رواه أبو داود رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي رحمهم الله عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، النذر الذي يقع عند الغضب فهو يمين عند أحمد، أن عليه كفارة يمين، فيخير بين فعله وكفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم:
لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد ابن منصور وأحمد والنسائي. قال المعلق: ضعيف، في سنده ضعف. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.